بتاكلي عشان محدش ياخد باله. لا خالص، تسلم ايديكم بجد. ما تاكل على الصول. نعم. دي مش اكلتك يعني. انت هتبص لي في اللقمه ولا ايه يا حسام؟ ما تخليك في طبقك. دي اكل الكتيبه. يا محمد في ايه؟ ده حسام اخونا من زمان يعني، مش غريبه عليك. قولي لي وانت يا انسه ريان بقى، خلصتي ولا لسه بتدرسي؟ اهو المتر هيرزل اهو. انا اخر سنه ألسن اسباني. اسباني؟ دي زي دعاء صاحبتك اللي بتتفرج معانا ماتشات ريال مدريد. دلوقتي الملوخيه دعاء، اصل دي ماما. دعاء مين؟ ريهام. ريهام مين؟ ريهام المساعد. ريهام. انا طبعا على فكره توترتني. دي دلوقتي الملوخيه ريهام، اصل دي ماما اللي عاملاها. دي سلطه يا محمد. مش عارفه بقى في الليله دي. عايز اقول لك احسن واحده بتعمل ملوخيه في مصر سلمى مراتي. ميرسي يا حبيبي. بس مش على ماما. كده يا حسام. يا ساتر عليك. انت ما تسكتش ابدا. على فكره ولادي دولت يموتوا في الهزار، لازم تتعودي بقى على كده. يلا كل يا ريهام. حاضر. كلي من انا والشيف دعاء. اسبانيو كده. اوه ميسي رونالدو ريال مدريد. كل يا محمد كل. أخ يا ناري، إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ معقول؟ بعت الغالي بالرخيص عشان أفضل مرمطون عند حسام بيه؟ يا خسارة، يا ريتني ما بلغت عنه، جاتني شكة في لساني. ماني كمان ما كنتش أعرف إن جابر حيموت ودياب حيتمسك ومش هيفضل لي غير المعلم منصور. صحيح هو الكل في الكل، بس سنه كبير وصعب يتحمل عبء تجارة زي دي. أنا غبي، أنا غبي وفقري كمان. آخ، كان نفسي يكون عندي أرانب متستفين تحت الأرض مش بيتنططوا فوقيها زيكوا كده. آخ آه يا غلبياني، آه يا مراري وأيامي السودة. آه ايه رايك في ريهام يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بنت ادب واخلاق وعيله، يعني مفيش بعد كده. وانت يا حسام؟ هقول ايه اكتر من اللي امك قالتها، ما شاء الله. طب وانت يا سلمى؟ ما شاء الله عليها، مؤدبه وبنت ناس. انت بتسال ليه؟ بس انا بفكر اخطبها. تفكر ايه؟ اخطبها. تخطب مين يا ابني؟ انت ناسي ابوها مين؟ مساعد وزير. يعني لو عمل تحريات عنك هليك سهرتي وبايظ وبتاع. شويه هزار يا حسام. انت نسيت احنا مين ولاد مين وهنبقى ايه ان شاء الله؟ اول مره تغلبني في الكلام يا ابن الهلالي. طب ايه رايك يا ماما؟ والله يا محمد مش عارفه اقول لك ايه. قولي له الف مبروك يا طنط وخلينا نخلص منه بقى. انت بقيتي تاخدي قرارات في البيت وانا موجود كده عادي. ها الله، وما تاخدش قرارات ليه؟ تاخد قرارات زي ما هي عايزه، وبناء عليه قررنا. الف مبروك على خيره الله. ماشي يا سيدي، مش هنكسر كلام الست الوالده. الف مبروك. الله يبارك فيكم. طيب هاخد معاد بقى مع ابوها عشان نروح نخطبها. ابوها عادي كده، اسمه سيادة اللواء. سيادة اللواء طبعا. مالك يا ابو البنات؟ ما تقوليش ابو البنات ده، سيبيني في حالي. خير كف الله الشر. كان مفتوح لي باب رزق زي الفل، واني بغباوتي اللي قفلته. شكلنا كده هنشوف ايام سودة اسود من كده بكتير. يلا غوري غوري عشان السواد ابتدى يبان. غوري. ماشي. الله يرحمك يا جابر ويفك سجنك يا دياب. كلاميه ده سياده النايب. ده كلام العدل يا كبير، وانت عارف وضع كنايب في المجلس حساس قد ايه، واي صله بناتنا دلوقت ممكن يكون فيها ضرر كبير علي. ده بدل ما توسينا وتوقف جارنا. وقوفي مش هيفرق معاكم كتير، يمكن يدمرني، خصوصا بعد ما تعرف انكم تجار سلاح وبقيت فضيحة في البر كله. كمان الحكومة اشتبهت فيك. ما الكل عارف وشايف وساكت من زمان. بس بعد اخر عملية وتجابر والحكم بالاعدام على دياب ثبتت عليكم ومحدش هيسكت. الدابة اللي كنتوا دفننها في الجحور هتطلع، والحكومة حاطة عينيها عليكم.
اوعاك تكون فاكر ان انا اتكسرت ولا المركب بتغرق وانا ما داريش. لا فوق ده انا منصور البطاش ومحدش يقدر يهزمني. خلينا نتكلم بصراحة يا كبير. جابر ولدك الكبير الله يرحمه كان دراعك اليمين وربنا أراد إن يتقطع، ودياب ولدك الصغير كان رجليك اللي بتمشي عليها، ويا عالم هتقدر تمشي تاني ولا لا، وكمان السن اللي حكمه كبير. ما جاش في بالي إنك تاجي بذات نفسك وتقول لي كلام زي ده. هي دي الحقيقة كبير مهما كانت مرة، والكلام ده لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا احنا التنين. نهدي اللعبة على الآخر ونقطع أي صلة بناتنا دلوقت لحد الفترة دي ما تعدي. ودلوقت إيه المطلوب؟ حكمة بنت أخوي تعاود معايا لبيتنا. تعاود كيف؟ وهي مرض دياب وعلى ذمته. ما تاخذنيش يا كبير، دياب دلوقت في حكم الميت وحكم القانون. مش معقول بنتنا تفضل حداكم شهر ولا اتنين وهي يمكن تبقى أرملة. لا يا عمي، أنا قاعدة هنا في بيت جوزي ومش ههم الواصل. إيه الكلام ده يا بنت؟ إيه آخر كلام عندي لو كنت عاوز تسمع؟ اسمعي كلام عمك يا حكمة، ما تعنديش. ديه مهما كان عمك وهو أضرب مصلحتك. مصلحتي؟ عمي عمره ما فكر غير في مصلحته هو، وجيته ديه عشان يأمن نفسه ويبعد الشبع عنه في تجارة السلاح. إيه اللي بتقوليه دي؟ أنا خابرة كل حاجة وعارفة ملعيبك. اتحشم يا بنت. كلام ديه فات أوان، كنت تقوله أيام ما كنت حداك في بيتك، إنما دلوقتي أنا في بيت جوزي وأبو ولدي. ولدك؟ أيوه أنا حبلة. وعرفت كيف؟ ده شغل حريم يا عمي وأنا تأكدت. وقع مطين بطين. واه وقع مطين بطين أني حبلي؟ ده بدل ما تحب على راسي وتبارك لي. لكن كيف وانت طول عمرك خوان ومالكش خير في حد؟ اخرس يا بنت. وقف عندك يا صادق، كن في علمك حكمة من دلوك بنتي واللي بطنها ولدي من نسل البطاطش، وانت مالكش سلطان عليها ولا عليها. اعتبرني موت زي محروس، فاكره اخوي اللي سيبته في الدنيا يضيع من غير ظهر ولا سنه. انا فعلا متبر منك، وانت من الساعه دي لا من الطراشنا ولا اعرفك. حسره على الطراشنا اللي ولوا عليهم كبير ما ماليش مطرحه. اخرسي قطع لسانك. قلت لك حكمة من الساعه دي